إلى حساب وزارة الرياضة للناس عاشوا أدق التفاصيل داخل حلبة كورنيش جدة وحدثونا عن انطباعاتهم. هذا ما هو أول سباق لي أجي أحضر الفورمولا 1. الفورمولا 1 هي تجربة يعني ما عمري توقعت أن تكون أصلا في السعودية. Well, of course, the organization, the facilities, it's quite amazing what they built here within short time. As I said, I live here since long time, and it's the first time to have such kind of huge event, which is amazing. Yeah. I've been to a couple of Formula One events in Abu Dhabi, and I think this is well organized. I was surprised actually when I came. It's pretty well set up. There's a lot of different things going happening everywhere, so enjoying it. يعني ما كنا نتوقع هذه الاشياء تصير، بس بعدين في رؤيه 2030 ما شاء الله صرنا نقدر نتخيل اي شيء. Just to see the event, to experience F1. I've never been to F1 before, to meet different people and just have a good time. طبعا مثل ما شفنا هذه آراء الناس اللي حضرت اليومين الماضيين من الفورمولا، والكل أشاد بما تم تقديمه من أنشطة وفعاليات مصاحبة لهذا الحدث الكبير، والكل يجمع على روعة المكان والتفاصيل الأكثر من رائعة. وصراحة يعني كان ودنا نكون موجودين ونحضر هذه الفعاليات والأنشطة المصاحبة، ولكن بإذن الله الجيات أكثر إن شاء الله.